بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة. نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 15 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس مجموعة آل شريف وكأس مصانع التاج وكأس الشركة الإيرلندية لتسويق خيول السباق وكأس الواهو، وذلك على مضمار سباق النادي بالصخير. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم كأس الواهو إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، فيما قام السيد عادل أسيري مشرف العمليات بمصانع التاج بتقديم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط الثاني إلى الملكين الفائزين حسن شريف وإبراهيم الأنصاري. ثم قام السيد عيسى خالد آل شريف بتقديم كؤوس مجموعة آل شريف، حيث قدم كأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط السابع إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس. فيما قام السيد جالس أونيل المدير التنفيذي للشركة الأيرلندية لتسويق خيول السباق بتقديم كأس الشركة للشوط الخامس إلى المالك الفائز إبراهيم العفو.